البايسب هو مرصد آخر هدفه هو التقاط أثر أول ضوء نشأ في تاريخ هذا الكون بعد حوالي 380 ألف سنة فقط من الانفجار العظيم، لأن قبل هذه اللحظة كان الكون كله معتم. هذه التجربة ممكن تستفيد بعد من طبيعة أنتاركتيكا، لأن الموجات الدقيقة جداً لهذا الضوء تصل إلى الأرض، لكنها كثيراً ما تتفاعل مع بخار المياه الموجود في الغلاف الجوي للأرض. إلا أن أنتاركتيكا مختلفة، لأن برودتها الشديدة تنقي الغلاف الجوي من بخار الماء، وبشي تصل هذه الموجات بوفرة للبايسب، ونقدر من خلالها ندرس تاريخ الكون البعيد جداً قبل أكثر من 13.5 مليار سنة. طبعاً اليوم صار في كثير من المراصد الفلكية موجودة في أنتاركتيكا عشان تساهم في الكشف عن أصل هذا الكون، مثل المرصد القطب الجنوبي اللي كان واحد من الأدوات المساهمة في التقاط أول صورة لثقب أسود عام 2019. كل هذه المراصد تستفيد من البرد الشديد اللي ينقي الهواء من الرطوبة ويقلل التدخل الحراري في صور التلسكوبات، بالإضافة إلى انعزال القارة الشديد بدون أي أضواء على مسافات آلاف الكيلومترات، وبقاء القارة لشهور في الظلام، هو الأمر اللي يساعد الفلكيين في تأمل تركيب هذا الكون البديع.